هذه المخطئة التي تحسس بينها المستوى مدينة فاس، وهي وحدة لمعركة السير بين الاستقرار على مستوى مدينة فاس. ولنطلب من الجماعة ربما هذه المشكلة مرخص للشرطة إلى اليوم لجميع المستثمرين تلقى إشكالية كبيرة أنهم يفتحوا المحلات ديالهم، والأقل تكون مبنية على أنهم داروا واحد الإجراءات في بداية المقطعات المقطعات ولا المجالس. أيوا كان نعطيهم واحد الوقت مؤقتة بعد باش ما يديروش في إمكانيات، بعد يداوي يحلوا بعد باش ما يديروش في الكرة ديالهم وفي الإمكانيات المادية ديالهم. هل تبقى حلما بين البيت الصلاة وبين الإجراءات القديمة كنا نتعلم به؟ يعني المطلب القديم تتم الموافقة عليه من الاحتراف ديالو اللي بعد 2020 2021 مازال تيتعاملوا بهذيك الطريقة اللي هي إدارية قديمة، واللي تحطوا من السر الجديد تبقى معقل. الإشكالية اللي خصها تحل على مستوى الجماعة السيوة رئيس بحكم أنك أنت هو اللي تتفوض الرؤساء ديال مقاطعة الشرطة الإدارية. الإشكالية ماشي كاينة فقط في الجونسيون، كاين حتى داك المنطقة اللي تحققت في الأمر الأخر، كاين صعوبة ديالها باش أن المستثمرين يوفروا داك الوثائق. هذا كاين أن النموذج ديال داك الوثائق حنا كنحكم على مستوى مقاطعة الزمارة، حياة شعبية، الناس كان شحال هذي يعني بانت واحد الطريقة عشوائية، وداك حاليا كاين الناس اللي كان عندهم سيوف حلو الدرجات، كيفاش حنا غادي نديرو، كيفاش غادي نقدرو نفرو موديفيكاسيون مع الجونسيون هذي وحدة. هذه صعيبة أن توفروا خير ديال الموديفي أن باش يحطوا شي نوت على مستوى الجامعة وتكون تحت إجراء ديال الجونسيون ما تيتوقفش عليه، نظرا إلى أن ذاك البناية ما تحطش في الأخر تبات عشوائية، إذا ما تيتمش الموافقة على ذاك الملف أوتوماتيك باش الجونسيون تترفض، فربما تدخل هذه الإسئلة هذه. إذا انت الرئيس ديال المقاطعة تيرفض أن هي خاصة، إذا الإشكالية ما عندناش في الجامعة المقاطعة والإشكال، شي طلب كان كالمقدم أن الرئيس هو المفوض الشرطة الإدارية وتيسير الرخص، هذا كان بحد ذاته كان تنصفه بصدر المستثمر باش يجي يستثمر في المدينة، باش بالله عليك أنا واحد تيوم ديك اللي كتب الحالات ولا بعض الحالات باش يدير فيهم ريسكو ولا القهوة يخدموا مع 30 ناس. ربعين الناس تنوحوا نخلي وقت تيدي واجب القيادة لمدة ديال عام ونص وعاد وحنا نسيت نعطلو فيه فرض مع العلم أن من الصدات باش نزحلو الرواتير ديال التراخيص ونصبح. إذا هو الإشكالية بدينا اليوم غارقين بأن الطريقة القديمة اللي كنا نتعلمها هذي تحسن من الطريقة اللي تفعلت على مستوى اللي تصاور. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.